هل المنتخب الجزائري الحالي اقوى من منتخب 2010؟ منتخب 2010 كانت عنده ديفونس، كانت عنده دفاع، كان عنده دفاع قوي جدا، كانت عنده هجوم كان ضعيف جدا، لم نسجل اي هدف في نهائي كاس العالم. الفريق الجزائري ل 2014 هو فريق دفاعيا ناقص كمان شويه، لكن هجوميا عندنا فريق احسن من، لم يكن لدينا فريق هجومي احسن من هذا الفريق اظن، لكن في حياتي الكرويه متابع الفريق الوطني الجزائري لم تكن عندنا فريق هجومي. مبسوط هنا في ريو، في ريو دي جانيرو مبسوطين؟ نعم مبسوطين في ريو وفي في 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 كل برازيل. هو يقصد ان ريو بلد جميله يعني؟ بلد جميل جدا، ريو جميل جدا، جو جميل جدا. احنا في الشتاء على فكره، ونحن في الشتاء. نعم احنا هنا في الشتاء، نحن نعم في الشتاء، ولكن الجو والناس برضو عريانه برضو.